السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي وأحبتي أينما كنتم. أرجو من الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير وبصحة وفي عافية وفي هناء، آمين يا ربي. اليوم هو يوم الاثنين 23/12/2019. أحببت أن أجيب معكم في هذه العجالة على سؤالين من صديق. السؤال الأول، وهو أعتقد أنها ظاهرة مشتركة لدى العديد من النحالين في هذه الفترة، هو أن النحل أصبح لا يأكل الغذاء الذي نقدمه له، إن كمحلول سكري وإن كعجينة بروتينية، فالكثير يحتار لماذا؟ طبعا عدم تناول النحل للغذاء الذي نقدمه له يعود إلى أسباب كثيرة جدا، ولكن في هذه الفترة بالذات أنا أرجح سببين أساسيين لا ثالث لهما. الأول وهو البرودة أو برودة الطقس، كما هو معلوم أننا في شهر ديسمبر الآن ونحن في فصل الشتاء، أكيد أنه أغلب فترات اليوم يعني تكون درجات الحرارة منخفضة جدا، فالنحل يجد صعوبة في التحرك داخل الخلية والذهاب إلى الغذاية من أجل أكل الغذاء الذي نعطيه له، لأنه هو من ذوات الدم البارد، حركته ونشاطه وطيرانه ودخوله وخروجه كل هذا مرهون بارتفاع درجة الحرارة في الخارج. يعني كملخص، درجة الحرارة المنخفضة تؤثر سلبا على تناول النحل للغذاء، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي التي أنا يعني أرجحها بشكل كبير جدا جدا جدا، وهي ضعف النحل. النحل عندما يكون ضعيف داخل الخلية يعني أن الملكة مش راح تولد أو تضع لنا كمية كبيرة من الحضانة. معروف أن الحضانة لما تفقس هي المسؤول الأول وبشكل أو هي المتهم الرئيسي في استهلاك النحل للمخزون المتواجد لديه. هذا معناه أنه كل ما عندنا حضانة كبيرة تفقس، كل ما النحل راح يسحب التغذية من الغذاية بشكل سريع وبشكل مكثف. كل ما فيه حضانة قليلة جدا أو منعدمة، كل ما الاستهلاك راح يكون ناقص أو ربما راح يكون منعدم. وإحنا أصدقائي الكرام، الخطأ الذي يقترفه الجميع، نحن بعد أن نجني العسل يعني آخر جني في السنة نترك النحل ولا نرجع إليه. صراحة يعني هذا أمر كلنا مشتركون فيه، لا نرجع إلى خلايانا إلا عندما يأتي موسم نزع العاسلات والإطارات الزائدة وعلاج الفاروة. في تلك الفترة يعني في شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر أو نوفمبر، في تلك الفترة عندما نأتي للقيام بهذه الإجراءات وبإجراءات التشتية، نتفاجأ بأن النحل أصبح ضعيف وأصبح منهار، يعني ما لا يسر الناظرين. فكإجراء هكذا استعجالي نذهب مباشرة إلى تحضير المحلول السكري أو العجينة ونعطيها، عفوا، ونعطيها للنحل فلا يأكلها النحل، وهذا أمر طبيعي جدا. لذلك إذا أردت أن نحلك يبقى يستهلك الغذاء، فعليك أن تبدأ برنامج مدروس وصحي ومبكر. خلاص أنت قمت بجني العسل ومش راح تجني خلاص لهذه السنة، فمن الآن تبدأ عملية العناية بنحلك، تبدأ تعطيله الغذاء حتى لا ينهار، هذه نقطة، حتى يبقى يستهلك الغذاء الذي تعطيه له، هذه نقطة ثانية. والثالثة وهي مهمة، حتى ترى بعينيك فائدة هذه التغذية تنعكس إيجابا على خلاياك، تجد أنها فيها حضانة كبيرة، فيها زخم كثير، فيها مخزون في الإطارات، يعني راح يكون الانعكاس إيجابي على الخلية تاعك. هذا هو السبب، سبب البرودة، برودة الطقس. والثانية وهي الأساسية، أننا أهملنا نحلنا بعد الجني، النحل أصبح ضعيف أو انهار عندما، وهذا يعني أنه ما فيش حضانة، عندما أعطينا له المحلول لم يأكله أو لم يتغذى عليه. هذا هو التفسير، وإن شاء الله ما نطيحوش في هذا الخطأ، حتى مش عارف أنا، حتى تعبنا ومجهوداتنا طيلة الفترة الماضية لا تذهب هكذا سدنا وهباء كما نقول. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وهو أيضا مهم، مهم بشكل أعتقد كبير جدا. الصديق هذا يسأل،
هو مبتدئ وهو هاوي يريد أن يربي النحل، فما هو أحسن وقت لشراء الخلايا؟ شوف صديقي، المحترفون ما فيش مشكل يشروا في أي وقت من السنة، الأمر غير مهم لأنهم يدركون ويعرفون تماما كيفية التعامل مع النحل طيلة فترات السنة المختلفة. لكن الهاوي أو المبتدئ الذي ليس له خبرة كبيرة هكذا في تربية النحل وليس عليما بتربية النحل، فمن الأحسن على الأقل في رأيي المتواضع البسيط أنه يشتري النحل في بداية الربيع، مثلا في نهاية شهر مارس، في شهر أفريل، في شهر ماي. هنا الأجواء تكون طيبة في الخارج، درجة الحرارة تكون مثالية للتربية، المرعى يكون قوي ومتوفر بشكل يعني ملحوظ. فهنا النحل مش راح يعتمد عليك أنت كنحال بقدر ما راح يعتمد على نفسه وعلى المصادر الموجودة في الطبيعة في الخارج. هذه نقطة، يعني مش راح يتطلب منك أن تقف كثيرا على نحلك، النقطة الأولى. النقطة الثانية، أغلب العمليات النحلية من تطريد ومن تقسيم ومن إنتاج ملكات ومن إنتاج غذاء ملكي ومن إنتاج حبوب اللقاح ومن وضع للعاسلات، بناء الشمع، كل هذه الظواهر كلها نراها في فصل الربيع. يعني أنت كهاوي لما تشتري النحل في تلك الفترة تستعين بإنسان خبير يقف معك طيلة فترة الربيع ويمشي معك خطوة خطوة ويلقنك دروس تربية النحل، فأنت راح تشاهد معه هذه الظواهر كلها في فصل الربيع، وبالتالي سوف تتعلمها. يعني إذا كنت إنسان حاذق وسريع البديهة وفطن، يكفيك فصل واحد فقط، 3 أشهر أو 4 أشهر، فتتعلم الأساسيات والأبجديات في تربية النحل. فقط أنا كإضافة، حتى ولو ما كانش عندك مكان مثل لتربية النحل، تستطيع أن تضع النحل في حديقة البيت، لا تكثر الخلايا، أنا أنصح دائما ب5 إلى 10 كحد أقصى. ضعها في حديقة البيت، ضعها في سطح البيت، الضالة كما نقول، سطح البيت الإسمنتي. فقط عندما تشتري النحل حاول أن يكون هذا النحل طيع وهادئ وغير شرس على قدر ما تستطيع، لكي تحمي نفسك من غضب هذا النحل وتحمي جيرانك والناس المحيطة بك. هذه النقطة الثانية الله أعلم أو الثالثة. ثم المطلوب منك يعني بعد كل هذا، بعد ما تشتري النحل وبعد ما تتعلم وبعد ما تجد المكان المناسب، المطلوب منك أن تتعب قليلا، تكسر راسك كما نقول بالدارجة، تتعلم، تعمل دورات تكوينية، تقرأ في الانترنت، تحتك بالناس اللي عندها خبرة، وأكيد أكيد راح تصاب بمرض اسمه النحل، يعني راح تمرض بتربية النحل وراح يصبح عندك منحل ما شاء الله بإذن الله كبير وفيه عدد من الخلايا كبير جدا ومبهج، وبسرعة بسرعة راح تصبح تنتج كل ما منتوجات الخلية من عسل ومن حبوب لقاح ومن غذاء ملكي ومن طرود، وإن شاء الله فقط الإخلاص، وربي هو اللي يوفق في هذا الموضوع. أرجو أن أكون قد أوصلت الفكرة هكذا بسلاسة إلى الأصدقاء، إن شاء الله نكون كنا استفدنا في هذه العجالة، وأعتذر ربما لأني أطلت نوعا ما وربما أطنبت، لكن لله غالب، هذه الظروف تتطلب أني أكون أكثر دقة وأكثر تفصيل على قدر المستطاع. يعني كل معلومة تكون عندي وأجد سبيل أو طريق لكي أوصلها فلن أدخر جهدا في إيصالها. بارك الله فيكم أصدقائي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا سلام.